السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد الفطور صحي وبسيط وبمكونات موجوده في كل بيت. اللي غادي نحتاج ان شاء الله عندنا تشيشه او البلبوله، كنكونوا مفزقينها او مرغنينها من الليل الصباح كنصفيوها. كنحتاجوا شويه ديال الخميره، قليل من الدقيق الابيض، غادي نحتاجوا كذلك القليل من الزيتون الاسود او الاخضر، المهم على حسب اللي موجود. غادي نحتاجو القليل من زيت العود، نص كاس ديال زيت العود. اضافة الى هذا غادي نحتاجو ان شاء الله القليل من الملح والخميرة، راه كيما شفتو. وغادي نحتاجو واحد المقلاة اللي ما كتلصقش. انا عندي هاد المقلاة اللي فيها هاد سميتو الاماكن فردية، انت ممكن ديري في مقلاة، اي مقلاة ما كتلصقش. كنخلطوا هاد المكونات كاملين كما شفتوا. درنا السميد هذا معدري تشيشه مغسوله مصفيه، الزيتون، الخميره، زيت العود، كنزيد القليل من الماء الدافئ وكنخلطوا المكونات كامله كما كتشوفوا. كناخذوا واحد الانيه وكنخلطوا جميع المقادير، ويلا شفنا داك الشيء خصو الدقيق الابيض او الفورس كنزيدو عيننا ميزاننا حتى كنحصلو على واحد الخليط متجانس، ما هو كيما كتشوفو، ما هو بغرير، ما هو كنخليو يرتاح حيت فيه الخميره واحد 10 دقائق. هانتوما شفتو الخليط، كنخليو واحد 10 دقائق وكنبداو نطيبو كيما كتشوفو. خليتو واحد 10 ديال الدقائق ملي خمر غير شي شويه، بديت كنهزو بواحد المغرف وبديت كنخوي في دوك البريسات. اللي ما عندوش هاد المقله يدير غير مقيله اللي ما كتلصقش وعينو ميزان، يبقى يهز واحد المعلقه ويحط. انا كنهز بهاد المغرفه وكنعمر وكيبقاو يطيبو غير على عافيه مهيله حتى كتحمر الجهه التحتانيه كما كتشوفوا. راه كتبان العجينه كتنشف من الجناب، يعني راه لافاص التحتانيه راها تحمرات. كنبقاو نقلبوا، انا استعنت بهذا القطيب، نقلبوهم كيتقلبوا بكل سهوله. هانتوما كي كتشوفوا محمرين، قلبوا وحده بوحده حتى كنطيبوا الخليط ديالنا كامل. كما شفتوا هاد الحريشات ديال تشيشات الشعير كيجيو بنان وهما فعلا صحيين، ما كاين ما احسن من تشيشه البلبولات الشعير. كيطيبوا لنا من ديك لافاص التحتانيه، كنعاودوا نقلبوهم وكنبقاو كنستمروا حتى كنطيبوا الكميه اللي عندنا. وكما شفتوا على ذكر الفطور الصحي، كما سبق لي حطيت لكم في القناه اللي قبل، حطيت لكم الحريره ديال هاد الشيشه مع ذريعه الكتان. انا عندي متداوله بما انها صحيه، علاش ما نديروهاش؟ الحريشات بعد ما تحمروا كنقلبوهم على الوجه الاخر على عافيه مهيله دائما، وفيهم الزيتون وفيهم زيت العود، كيجيو هائلين ما شاء الله. كناكلو شي حاجه صحيه وبنينه وكنعرفو واش كناكلو. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله. وهانتوما كيشتو بعد ما طابو كنرافقوهم بزيت العود، وها هو الزيتون اللي درت فيهم ديجا. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله وديروهم وتفطروا بهم، راه كيجيو رائعين وصحيين، كيكونوا شي حاجه مغيره. وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم وبالصحة والراحة، وإلى فيديو مقبل.